يعد الزي الكردي التقليدي رمزا من الرموز التاريخية والتراثية وجزءا من العادات والتقاليد في إقليم كردستان، وشدة الرأس المتعارف بالجمداني هوية مهمة للزي الشعبي، حيث تعرفت عليها أجيال من القوميات والأطياف العراقية. مهنتي في بيع الجمداني من عام 93، أبيع كل الأنواع والألوان وتختلف من عشيرة وأخرى ومن منطقة وأخرى، وأكثر أهالي أربيل يفضلون اللون الأسود، وأيضا تختلف طريقة اللف والشد حسب المنطقة، وأربيل تختلف عن دهوك وعن سكان السليمانية. هاي اللباس الفولكلوري دائم، مو بالمناسبات، فولكلوري دائم. الشيوخ أصحاب الأعمار الكبيرة يلبسون، بعض الشبان بالمناسبه يلبسون، بعض بس مو كثير، لكن هذا زي كردي فولكلوري اصيل من زمان قديم، من الاف السنين اكو هذا، بس اكو نوع مش مو مثل هذا الجديد، هذا الشمداني الجديده، بس من قديم الزمان الاكراد يلبسون هذا. الإقبال على شراء الجمداني لاقت إقبالاً واسعاً من قبل الأهالي في أربيل، إضافة للسياح القادمين من مختلف المحافظات العراقية لجمال هذا الجمداني وتنوع ألوانه بما له من تاريخ وحضور اجتماعي في العراق. كلاود جمداني دستوري كردية، رمزي كردية. الجمداني والكلاو من عادات وتقاليد الإكراد، ولا يمكن ارتداء العمامة الكردية من دون غطاء الرأس تحتها، كونها جزءا أساسيا وتقوم النساء بحياكتها والنقش عليها، وكلها صناعة محلية يدوية، والقماش الذي يلف حولها يكون صناعة محلية ومستوردة، وللمحافظات العراقية بصمتها الواضحة في اقتناء الجمداني. هناك كثير من العشائر الكردية أو المناطق الكردية كيفية الربط الجمداني يختلف، هاي العشيرة مع ذاك العشيرة، أو المنطقة الجرميان يختلف مع منطقة الجبلية، لهذا الكرد يستفاد منها كثيرا. كاللباس الكردي أو السروال الكردي والزي الكردي، إذا ما تلبسه مع جمداني والحزام يعتبر ناقصة. وتبقى هذه الشدة الأنيقة الجمداني تحاكي جمال كردستان لما تحمل من إرث وحكايات يتباهى بها الجميع. لبرنامج صباح الخير يا عراق، فاتن عبد الرزاق، أربيل.